اهلا بيكم، معاكم نسرين من قناة هاند ميد كروشيه. احنا كنا في الفيديو اللي فات عملنا شكل الوحدة ديت، وان شاء الله النهاردة نعمل من الوحدة ديت مفرش. طبعا هنعمل كذا وحدة ونشبكهم مع بعض ونعمل منها مفرش. فانا محتاجة في المفرش اللي انا هعمله، انا مش هعمل مفرش كبير، انا هعمل منها 4 وحدات. بتبقى اول وحدة بس، او محتاجة واحدة بس اللي انا هكملها للنهاية وهقفلها. اما الـ3 وحدات التانيين مش بكملهم لنهاية السطر، علشان انا وانا بشبكهم مع بعض بكمل بقية السطر. انا كنت اشتغلت في الفيديو اللي فات طريقة الوحدة ديت. اللي عايز الطريقة انا هسيب اللينك بتاع الفيديو في الديسكريبشن بوكس. زي ما انا قلتلكو، انا محتاجة بعد كده الوحدة اللي انا هشتغلها مش هكملها لنهاية السطر. انا اشتغلت نصها ووقفت هنا عند الغرزة بتاعة الحشو، اللي هو هنا اخر حاجة، الـ4 عواميد بلفة وفي نهايتهم بيكو. بعد كده عملت غرزة حشو في تالت غرزة. بعد كده هشتغل في الفراغ بتاع الـ9 غرز سلسلة، هشتغل 7 غرز عمود بلفة، 2 3 4 5 6 7. بعد كده انا بشتغل البيكو بتاعتي اللي بعملها. فانا كنت برتفع 5 غرز سلسلة، انا هرتفع 3 وهبدأ ان انا اشبك في الوحدة التانية. بس وانا بشبك في الوحدة اخلي بالي ان انا محتاجة انه الظهر بتاع الوحدتين يكونوا في وش بعض، ما يبقاش الوش في الوش. انا عايزة الظهر بتاع الوحدة ديت مع ظهر الوحدة التانية يكونوا الاتنين في وش بعض. بعد كده انا هشبك، يبقى ده كده الوش. انا محتاجة الظهر يبقى مع الظهر. بعد كده انا هاجي هشبك في البيكو بتاع الوحدة التانية، في هدخل في الفراغ بتاعها اللي في النص وهشبكهم في بعض بالشكل ده كده، وهكمل بقية غرزتين السلسلة علشان اكمل الـ5. انا كنت هنا اشتغلت 3 سلسلة وبعدين شبكتهم مع بعض وبعدين اشتغلت الـ2 سلسلة. بعد كده هرجع هعمل البيكو بتاعتي عادي خالص زي ما بنعملها، زي ما عملناها قبل كده يعني، اهو بالشكل ده كده. يبقى انا كده شبكت الوحدتين مع بعض من عند البيكو، وهكمل بعد كده عادي خالص الـ7 غرز عمود بلفة. أربعة خمسة ستة سبعة، وهاجي في رابع غرزة، 1 2 3 4، هشتغل غرزة حشو وهرتفع غرزة سلسلة، واجي اسيب غرزتين وهعمل بعد كده عمود بلفة، وفي نهاية العمود بعمل البيكو بتاعتي بـ3 غرز سلسلة بالشكل ده كده. انا هبتدي اشبك بقى من البيكو التانية والتالتة مع بعض. احنا عندنا هنا في الـ4 غرز دول هم 4 غرز عمود بلفة. انا هشبك في الغرزة التانية وهشبك في الغرزة التالتة وهشتغل غرزة سلسلة
وهرجع اعمل عمود باللفة التاني، هرتفع غرزتين سلسلة مش ثلاثة، وهاجي احطهم على بعض كده، وهدخل في البيكو التانية، هسيب اول واحدة وهدخل في التانية وهسحب الخيط واشتغلهم مع بعض، واكمل الغرزة اللي ناقصة عشان يبقوا 3 غرز سلسلة. بعد كده اعمل البيكو عادي زي ما بعملها، واشتغل غرزة سلسلة. هاجي بعد كده في نفس الغرزة هشتغل تاني عمود بلفة، وهعمل برضو نفس الحكاية، هشبك في البيكو التالتة، هدخل فيها واسحب الخيط واشتغلهم مع بعض واعمل الغرزة اللي ناقصة. بعد كده هشتغل البيكو تاني عادي خالص بالشكل ده كده، والغرزة السلسلة، وهعمل اخر عمود بلفة وفي نهايته البيكو من غير ما هشبك. بالشكل ده كده يبقى ده شكلها لما اتشبكت معايا. بالشكل ده انا شبكت البيكو هنا مع ديت، وشبكت اللي هما ال4 غرز عمود بلفة، شبكت الاتنين اللي في النص مع الاتنين اللي في النص هنا، وهرجع بعد كده اكمل هشتغل غرزة سلسلة، وهسيب غرزتين وهشتغل في التالتة غرزة حشو. بعد كده هكمل في ال9 غرز سلسلة، هشتغل 7 غرز عمود بلفة، ستة، 7، وهاجي ارتفع 3 غرز سلسلة وهشبكها في البيكو اللي قصادها، هدخل فيها واشبكها مع بعض بالشكل ده، واكمل غرزتين سلسلة واشتغل البيكو بالشكل ده، وارجع اكمل 7 غرز عمود بلفة، 2 3 4 5 6 7، وبعد كده اشتغل في 4 غرزة، 1 2 3 4 غرزة حشو. بالشكل ده يبقى انا شبكت اول وحدتين مع بعض في التلاتة بيكو كده، يعتبر هنا ده اول بيكو، ديت مع ديت مع بعض، وبعد كده شبكتها في النص من اللي انا عملته، وشبكت في بيكو اللي بعد كده. انا بعد كده مش محتاجة ان انا اشبك تاني في السطر ده او في الوحدتين دول مع بعض، مش هشبكهم خلاص مع بعض، اول وحدتين بنشبكهم بالطريقة دي بس كده. بعد كده هكمل الوحدة للنهاية. انا كده شبكت الوحدتين دول مع بعض خلاص ونهيت الوحدة التانية. بعد كده هجيب الوحدة التالتة هشبكها مع بعض، برضو مش مكملاها للنهاية، فانا محتاجة بعد كده هشبك الوحدة التالتة في النص ما بين الوحدتين دول، فانا محتاجة اشبكها من هنا، دي مع دي، البيكو دي مع دي، وهاجي بعد كده هشبك الاتنين دول مع دول، وهشبك بعد كده واحدة من هنا
وبعد كده هشبك الاتنين دول برضو مع الوحدة اللي في الوحدة ديت مع الوحدة ديت، وهشبك كمان اخر واحدة مع بعض عند البيكو ديت مع البيكو دي. يبقى انا محتاجة اشبك الوحدة دي من 5 اماكن، 1 2 3 4 5. هنا انا بس شبكتها في التلاتة دول، لكن هنا هشبكها مع بعض من ال5 اماكن دول. انا اشتغلت في الفراغ بتاع 9 غرز سلسلة، اشتغلت 7 غرز عمود بلفة، وهشتغل بعد كده البيكو، هشتغل 3 غرز سلسلة، وهاجي هاخد زي ما احنا اتفقنا هاخد البيكو اللي هي ديت، وهشبكها مع الوحدة بتاعتي، وطبعا برضو الظهر مع فوش الظهر بالشكل ده كده. وهكمل ال2 غرزة سلسلة وارجع اعمل البيكو. بالشكل ده وهكمل 7 غرز عمود بلفة. رابع غرزة هشتغل غرزة حشو، وهشتغل بعد كده هسيب غرزتين وهشتغل في التالتة عمود بلفة، وهعمل البيكو بتاعتي وراها غرزة سلسلة، وهشتغل بعد كده عمود بلفة، وهشتغل 2 غرزة سلسلة، وهشبك مع بعض تاني، هسيب اول بيكو وهشبك في التانية مع التانية، الشكل ده كده، وهرتفع غرزة سلسلة، وبعد كده اشتغل البيكو تاني وهشتغل غرزة سلسلة وارجع اعمل عمود بلفة، وهشتغل 2 سلسلة، وهشبك في البيكو التالتة بنفس الطريقة، وهرتفع غرزة سلسلة واشتغل بيكو وغرزة سلسلة، وهعمل اخر عمود بلفة من غير ما اشبك فيه حاجة، واشتغل وراء غرزة سلسلة، وبعد كده هشتغل في تالت غرزة غرزة حشو، وهشتغل هنا في الفراغ 7 غرز عمود بلفة، اشتغلت 7 غرز عمود بلفة، بعد كده هرتفع 3 غرز سلسلة، وهاجي بعد كده هشبك البيكو دول ديت اللي انا بعملها مع الاتنين اللي انا كنت شبكتهم مع بعض، هاجي بعد كده هشبكهم من النص ما بينهم بالشكل ده كده، وهكمل ال2 غرزة سلسلة، واجي اشتغل بعد كده البيكو بالشكل ده كده، واكمل 7 غرز عمود بلفة، اشتغلت 7 غرز عمود بلفة، بعد كده
هشتغل فيه ربع غرزة غرزة حشو، وهرتفع غرزة سلسلة، وهسيب الغرزتين واشتغل في التالت عمود بلفة، واعمل في نهايته البيكو، وغرزة سلسلة، وهشبك من تاني عمود، هرتفع 2 سلسلة، وهشبك مع الاتنين بيكو اللي في النص، هسيب اول واحدة وهدخل في التانية، وهرتفع غرزة سلسلة، واعمل بعد كده البيكو بالشكل ده، واشتغل وراها غرزة سلسلة، وبعد كده هعمل عمود بلفة، وهشبك كمان في البيكو اللي وراها، واشتغل غرزة سلسلة اللي ناقصة، وهعمل بعد كده البيكو، وغرزة سلسلة، وهعمل آخر عمود بلفة من غير ما هشبك في حاجة، واشتغل بعد كده غرزة حشو. انا شبكت كده من 4 اماكن، ناقص آخر واحدة هشبك فيها مع اللي انا لسه هشتغلها هنا. انا هشتغل 7 غرز عمود بلفة وارجع لكم. اشتغلت 7 غرز عمود بلفة، وهشتغل 3 غرز سلسلة، وهاخد البيكو اللي ناقصة اللي انا هشتغل فيها اللي هشبك فيها، وهكمل الـ2 سلسلة، وارجع اعمل البيكو بتاعتي اللي بعملها، وهكمل تاني 7 غرز عمود بلف. بالشكل ده كده انا شبكتها من 5 الاطراف دول، وهكمل بعد كده الوحدة بتاعتي لنهايتها. هو هنا فاضل لي 4 غرز عمود بلفة وهنهي الوحدة، يبقى انا كده خلصت تالت وحدة وشبكتها. انا كده شبكت الوحدة التالتة للنهاية وخلصتها، فاضل الوحدة الاخرانية اللي هي الرابعة، هشبكها المفروض الناحية التانية في وش دي بنفس الطريقة من عند الـ5 اتجاهات زي ما انا قلتلكو، نفس الطريقة اللي انا عملتها هنا، هشبكها قصادها الناحية التانية من عند الـ5 اتجاهات دول هنا، وفي الاتنين اللي في النص، الاتنين بيكل في النص، وارجع بعد كده اشبك في النص ما بين دول، ما بين الاتنين دول، وهشبك كمان هنا في الاتنين اللي في النص، وهشبك في اخر واحدة بالشكل ده. ده شكل المفرش بعد ما انا شبكت الـ4 وحدات مع بعض. طبعا بقى ممكن ان انا اعمل منه كذا شكل، ممكن اعمل وحدات اكتر واعمله مفرش مستطيل، او اعمل الشكل اللي انا عايزاه بان انا اكبره واعمل الشكل اللي انا محتاجاه. هو هنا المفرش ده طلع طوله 30 سنتي، والعرض بتاعه 21 سنتي. اقدر بقى ان انا اعمل الحجم اللي انا عايزاه طبعا بعدد وحدات اكبر.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون سهل تعرفوا تنفذوه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، ولو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير للفيديو. شكرا، واشوفكم في فيديو جديد.